السلام عليكم ومرحبا بكم في الوصفات ملكة. مرحبا بنجدد معنا، مرحبا بهم والف مرحبا. اليوم غادي نجد معكم في الدقائق قليلة غادي نجدو الحوت مقلي رافقنا بالبطاطا الفورنو، واحد السلطة منعشة ورائعة وكتعطي الطاقة الصحية 100%. وغادي نجد معكم مايونيز نباتي ساهل وماهل حتى هو صحي 100%، يعني أكلة صيفية سهلة كما قلت لكم كتصوب في الدقائق وغتعجبكم، غادي نحمقوا عليها الدراري الصغار والكبار. كنتمنى تعجبكم، إلا كيهمكم الأمر خليكم معايا حتى الأخر ديال الفيديو باش تشوفوا الطريقة والمقادير ديال هاد الوصفات اللي ذكرناهم. إلا عجبكم الفيديو قبل ما تخرجوا من لاشين ديروا ليا لايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يصلكم كل ما هو الجديد من مطبخي. دابا خليوكم معايا باش غادي نجدوا هاد ثلاثة الوصفات خطيرين في المذاق وسهلين وصحيين 100%. المقادير ديال الحوت خديت شويه ديال الثومه، شويه ديال القزبر والمعدنوس مقطعين، ثلاثه ديال البيضات، واحد كيلو ديال الحوت. انا خديت هذاك اللي كيكون في الفريزير كنت جيلاتو، وشويه ديال الدقيق تقريبا واحد زليفة ديال الدقيق، وشوية ديال الملحة، شوية ديال البزار، شوية ديال الكمون، وشوية ديال التحميرة، وواحد الكاس ديال الماء، جوج المعالق كبار عامرين ديال الخل. هاد الشي اللي كاين، العصير ديال الحامض بغيت نقول، هاد الشي اللي كاين في المقادير. دابا غندوز في الكاس ديال مونوليكس، درت القزبر والمعدنوس والتوابل، وكان زيدو الكاس ديال الماء وجوج المعالق. كلهم المقادير كلهم اللي ذكرناهم في الكاس ديال مونوليكس، وطحنتهم مزيان كما كتشوفوا. كناخذوا طرف ديال الحوت، كنرقدوهم في هذا الخليط هذا كما كتشوفوا، باقيين متلجين شويه، غنحيد لهم الثلج وغادي نديروهم في هذا الخليط هذا وغادي نرقدوهم مع هاد المقادير كلهم. غنغطي البول ديالي بالسلوفان، غندخلوه للثلاجه لمده ديال ساعه ولا ساعتين، من بعد غادي نخرج الحوت ديالي نعاودو نطلقوه باش غنقليوه. واحد زليفه غنطربو كتشوفوا ديالي ها هو درته في الثلاجه حتى شرب هذوك المقادير كلهم اللي درنا معاه. صافي كنخرجوه وكنرمدوه في البيض وغنديروه في الدقيق كتشوفوا، وغنمرمدوه مزيان. الزيت درت هكا تقلى يعني كتسخن، وغادي نقليوه اللي كيتحمر من واحد الجهه كنقلبو من الجهه اخرى. نباتي خديت واحد الكاس ديال الكاجو، غسلته مزيان ورقدته في واحد الكاس ونص ديال الماء المده ديال الليله كامله. دابا غادي نديروه في الكاس ديال مولينيكس، الكاس ديال مولينيكس غنطحنو حتى كيولي على الشكل ديال الكريم، ونعاودو نطلقاو الكاجو مع الماء. غنزيدو عليه المعلقه كبيره عامره ديال النشا، راس المعلقه ديال البزار، راس المعلقه ديال الملحه، غادي نزيدو واحده شويه ديال العصير ديال الحامض، وغنزيدو شويه ديال زيت العود، وغنعاودو نطحنو الكاجو ديالنا مزيان 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 مزيان. الكاجو ديالي ها هو طحنتو، غندي الفوق العافيه هاديه نبقاو نحركو فيه لمده ديال 15 دقيقه حتى يطيب ويولي على الشكل ديال الكريم، ونعاودو نطلقاو. نحرك في هذا المايونيز ديالنا النباتي على العافيه، كتكون متوسطه حتى تعقد كما كتشوفوا. صافي كنطفيو عليه، دابا غنخليوه يبرد وغنقدموه مع الحوت ديالنا. السلطه اللي غادي نرافقوا بها الحوت ديالنا، خديت شويه ديال الخس غسلته مزيان وقطعته وخليته حتى سقطر، درت معاه شويه ديال المايس ودرت معاه شويه ديال الكاجو من فوق، وغادي نديرو شويه ديال الزبيب ودرت ليه شويه ديال الزيت العود وشويه ديال الحامض. صافي كنقدموا السلطه ديالنا منعشه ولذيذه وصحيه ورائعه جدا ديالنا. ها هو خليته في المقله حتى تحمر من واحد الجهه، قلبناه للجهه الاخرى تحمر وخذ اللون الذهبي، وحيدته وحطيته على الورق ديال النشاف حتى نشف، وقدمته في واحد اللاطه مع شويه ديال الحامض وهذاك مايونيز ديالنا النباتي بالكاجو حتى هو واجد، ودرته في واحد زليفه ودرت معاه شويه ديال القزبر وشويه ديال الحامض،
وخديت البطاطا غير هذيك اللي كندخلوها للفران، التشركة ندخلوها للفران، دخلتها للفران 180 درجة حتى تحمرت وخدات اللون الذهبي، وخرجتها ودردلت عليها شوية ديال الملحة وقدمتها مع الحوت ديالنا. هذا هو الغديوة ديالنا كما كتشوفوا، تيشهي وسهل ودغيا كيتصوب، والسلطة ديالنا هانتوما كتشوفوا رائعة جدا وسهلة ومهلة وكتصوب في الدقائق. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، الى عجبكم قبل ما تخرجوا من لاشين ديروا لي لايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يصلكم كل ما هو الجديد من مطبخي. ما تنساوش تسناونا غدا ان شاء الله فيديو جديد، الى اللقاء.